السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيتكم في فيديو جديد اللي هو كيفيه صنع سداري مغربي. يعني تقدروا تصنعوه غير في الدار نتوما والازواج ديالكم. صراحه حيت ساهل ماشي شي حاجه صعيبه، حنا كنا بغينا نخدموه وقلبت على بزاف ديال النجاره واتصلت بزاف اللي لقيتهم في لي باج فيسبوك كيديروا هذا الشيء ديال النجاره هنايا في امريكا، ولكن لقيت الاثمنه غاليه. واحد قال لي كيخدم السداري ب 450 دولار، صراحه جاتنا بزاف باش اننا نحطوا 450 دولار في السداري. قلنا انا وراجلي علاش ما نصنعوهمش، انا ديجا خوالي نجاره ويعني وكنعرف شي حوايج على هذا الشيء. وكملنا في الانترنت درنا واحد البحث، ومن بعد دابا جينا خدينا السلعه باش ان شاء الله نشوفوا واش غنقدروا نخدموه. المهم ها نتوما معانا. دابا هنايا جينا لدهوم ديبو اللي غني عن التعريف، راه فيه الخشب بالانواع واللي طاي اللي كتبغي. وحنا خدينا لاطاي ديال الصالون ديالنا وجينا ناخذ الخشب اللي غادي نستعمله في الصالون. المهم هنا الزوج ديالي كيتشيكي كيشوف يعني الاحجام اللي بغينا. هادو كيتستعملوا في هادوك الخشيبات اللي كيجيو. المهم راه غنصور لكم الطريقه كامله كما كتشوفوا. دابا غنشريو الخشب ومن بعد نمشيو للدار باش نوجدوا السداري المغربي، وغنقول لكم السداري شنو كتحتاجوا فيه يعني من الاول حتى الاخر. هادو هما باش غادي نديروا الديكوراتيف باش غنزوقوا. كلشي كيتباع صراحه عندهم بلي ميجور بلا طاي اللي تبغيو. هنايا بعد ما جينا هذا الستار اللي كنا درنا البارح، هو فاش درنا التجربه كنا مشينا جبنا العود ديال السداري واحد، وصراحه ملي توفقنا فيه اليوم رجعنا خدينا. وقلت علاش ما نشاركش معكم التجربه ديالنا. هنايا الزوج ديالي كما كتشوفوا غادي يبقى يقطع الخشب، هيقطع هذوك اللاطات على 70 سنتيمتر اللي حيت كنحتاجو في كل سداري 10 منهم، هما اللي كيجيو الفوق. المهم انا غادي نعطيكم العبارات والقياسات كلهم باش تعرفوا السداري شحال كياخذ لينا ديال العود وشحال يعني كنحتاجو فيه من خشبه وبشحال كنثبتو الرجلين. المهم لي ديتاي كاملين ان شاء الله غادي نشاركهم معكم. وصراحه كنشجع الناس اللي في الغربه ويعني وخاصه ها في امريكا، مازال في فرنسا اسبانيا الناس كنسمع كيشريو الصوفا هكا من روكن صوفا ولا السدادر كما كنقولوا الصالون المغربي كيشريوه بثمن اللي مناسب. مي هنايا صراحه كما قلت لكم لقيتو كيدير 450 دولار للسداري، ولقيت وحدين في فلوريدا ولقيت وحدين في فيرجينيا وحدين في نيويورك باش يصيفطوهم لي غير الشيبين غيتقام علينا غالي بزاف. صافي اضطرينا نخدموهم بوحدنا. كيما شفتوا راه صراحه جاي زويون ومتول. هناك باقي خاصه واحد الخشيبه، وهنايا بدينا كنحطو كنشوفو يعني كيفاش غيجي الشكل. غيجي على هذا الشكل هكا الصالون غيجي داير ان شاء الله باذن الله. هنايا لي صنع السداري كنحتاجو 10 ديال الخشبات بحال هادو، الطول ديالهم 70 سنتيمتر. هذا السداري اللي كيكون فيه 8 فيت اللي هي 2 متر ونص تقريبا. هنايا حطينا هادوك اللاطات اللي لتحت هما فيهم في الطول 2 فيت. دابا غنبقاو نفيكسيو هادو ديال 70 سنتيمتر باش نشكلو هذاك لتحت ديال السداري علاش كنحطو الحايف ديالنا. هنا غيبقى يفيكسيهم بليفيس الزوج ديالي وانا كنشد معاه.
صراحة ساعدنا بزاف الماتيريال ديال صديق الزوج ديالي، يعني صراحة دغيا دغيا خدمناهم، حيت الماتيريال كله كان باش كنقطعو باش كنلصقو كل شيء. كما كتشوفو اول حاجة كنفكسيوهم من الفوق ومن التحت باش ما كيعطيناش عويجاج، عاد كنبداو نشكلوهم من الوسط، كنبقاو نلصقوهم حتى كنحصلو على السداري المغربي اللي كنا كنعرفوه بطبيعة الحال. هنا بعد ما لصقناهم الزوج ديالي كيشوفوا الشكل زاوية قائمة باش ما يكونوش عاطينا الاعوجاج، باش كنتاكدوا باش منين كتحطوا السداري كيكون محطوط يعني مستقيم، تحطوا عليه الحايف ديالكم ما تخافوش ما يعطيش خلل طبيعة الحال. المهم هنا كتشوفوا الى شكل لكم زاوية قائمة راه مزيان، لقيتوا شي اختلال كتعودوا تقادوها طبيعة الحال. غنشوفو في هذه الجهة وفي الجهة الأخرى، وغنبداو نلصقو دابا هاد الخشيبات الأخرين اللي قلت لكم العرض ديالهم 70 سنتيمتر، اللي هو العرض ديال الحايف بطبيعة الحال ديالنا المغربيين. حنا ديجا دايرين دابا لا كوموند عليهم، إن شاء الله هنا خلال واحد السيمانة غادي يوصلونا. كتعطيوهم العبار اللي بغيتو كيوجدوهم ليكم، وبين الخشبه والخشبه كنديروا واحد 17 سنتيمتر باش كتبقى هذيك لي سباس بيناتهم، يعني السداري كيهز 10 ديال الخشيبات ديال 70 سنتيمتر. عاد كنلصقوا الرجلين من بعد. هنا كتبقاو تثبتوهم بالفيوز، حنا اختارينا الفيوز حيت هما كيشدوا على المسامر، هذا يعني مستحيل يتحيد، هذا هو علاش حنا اختارينا الفيوز. واخا هما صراحه يعني غاليين شي شويه، ولكن هما حسن في الكاليتي وسهلين، يعني كون درنا المسامر غنستغرقوا فيهم وقت كتير، اللهم الشنيور. وهذوك الفيوز احسن حاجه هي هذيك، يعني سربعونا صراحة بزاف وما حسيناش بالوقت. ايماجيني نهار واحد طرقنا فيه الصالون كامل، يعني صراحة مدة قصيرة، كنا حنا كنتخيلو غندوزو فيه شهر ولا اكثر، ولكن صراحة يعني الانسان يدي معاه غير لي ميزور اكزاكت ويجيب الخشب ديالو ويقطعو. صراحة ثقوا بيا غادي توجدوهم في وقت وجيز، وغادي تستغربوا انكم نتوما اللي وجدتوهم فريمون، غير تشجعوا. انا السيده اللي كنت غادي ندير عندها لا كوموند في فلوريدا قالت لي من الاحسن تصنعيه انت وراجلك، قالت لي غيتقام عليك غالي بزاف والشيبين اكثر، هذا هو المشكل. لو كانت قريبه ماشي مشكل كون صايبته عندهم، ولكن حتى السيده شجعتني وكنقول لها شكرا من هنايا، درت بالنصيحه ديالها وصراحه ما خبناش.
حيتاش كما كتعرفوا حنا مغاربه كنبغيو اللمسه المغربيه تكون في الدار، خاصه هكا حيت كيجيو عندنا الضياف. واخا انا كيعجبني هكا الصالون يكون عصري، ولكن ضروري اللمسه التقليديه تكون في الدار. اكيد منين يتجمعوا الحباب ونكونوا حنا ولا فامي، اكيد نديروا جليسه مغربيه 100%، علاش لا. هنايا الزوج ديالي كيعبر الرجيلات اللي غادي تكون فيهم 14 سنتيمتر ونص. علاش درنا فيهم 14 سنتيمتر ونص؟ باش غادي يجيونا بلا، بغينا حنا استدري يجيونا طايحين الارض. هنايا كنحتاجو 6 ديال الرجيلات، راح مشى قطعهم ودابا غيثبتهم باذن الله. كما شفتوا راه كيثبتهم من هناياك، كيكونوا جوج في القنوت وجوج في القنوت الاخرين وجوج اخرين الوسط، يعني كنحتاجو 6 د الارجل باش كنثبتو السداري ديالنا. عاد من بعد كندوزو للصقو الواجهه. هنا ان شاء الله غادي نثبتو هذوك الارجل ب6. هنايا كما شفتو حنا راه في السداري الثالث. دابا غنلصقوا الواجهه وغادي نوريكم يعني الطريقه كيفاش غتلصقوها باش تجيكم بلا، باش ما يجيوش الرجلين باينين. المهم كتخليو 2 سنتيمتر في الفوق وكتلصقوها، وديجا كتكونوا عابرين هذوك الرجيل اللي درناهم 14، حيت هذيك في الطول ديالها 16، كنقصوا 2 سنتيمتر صافي كيجيونا هما هادوك. هذيك 2 سنتيمتر هي اللي كتشد الحاف باش ما كيطيحش، ضروري خصكم تخليو هذيك ليسباس صافي. وغادي نفيكسيوهم، وفي هنايا في الواجهه كنلصقوا المسمار من الداخل باش ما كتوشاش ليكم، باش حيت كيتفيرنا كيجي زويون ما بين فيه لا مسامر لا حتى حاجه كما شفتوا من الداخل. والمسمار يكون بالنسبه اللي غتستعملوا من الجهه الاخرى ويخسر لكم المنظر ديال الداري. انا كنت بتزوج ودير كل حتى وصفه اخر باش كيتشدوا مزيان صراحه، كيجيو صحاحين كما شفتوا. دابا راه ثبتناه، بقاو لينا هادوك ديكوراتيف بحال هادو، ما غنديروهمش اليوم حتى الغدا حيت دابا مشى الحال وغيجينا السداري على هاد الشكل هذا. مازال ما قررناش واش غنديروا ليه شي زواقه اخرى ولا لا. المهم حاليا عجبوني سامبل، اتبرنا وغنقرروا ديك الساعات شنو غادي نديروا. وهكذا البنات.